السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاكم مقطع جديد، المقطع سوينا بيت او قلعة جديدة في فورتنايت، فخليكم معاه وشوفوها. سحرة قحلة دق دق دق، بس تشوف الدنيا أحلى والحومة فحلة دق دق دق، تستناك عسل النحلة سابورة كحلة هسنا الطيار ورمناك عقب الرحلة ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهود يما خلوني بشي خامس موت وحكموا ناس الراقة والكراسي باللافوت نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الاحياء بالموت لو فكيمه ولد الزارع بشي خاطب له يا ليلي يا ليلى وش باش نشكي لك يما وقالولي ليلى صغير وفي قلبي غمه حب الدين وطير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي وليدك راني مخنوق منك طالب اسماحي ريوس الرجالة ميلة رزق بالتخمام وبالشيخ عالم خاخ مبيلة ولاد الحومة اشواتنا مقيلة شرف العينين بالخير ما يشمس تفيلة حبوا يسوقونا كيف السيلة ومربط في زريبة وخطوة السكينة مكيلة يحبوك بري ما عندك شي عيلة عيشوا في سيستام حكمه ولاد المتحيلة يحبوك غايب على الوجود ساكت على حقك وراضي باللي حبوا موجود يما تجري وماك شخالة على الكود شخالة ولاد الحومة قطع قطع من الحدود ثلاثة أنا وشيف ضبطناها وإبراهيم وهذه ضبطوها مع بعض علي ضبطوها صور صور كل كلكم مع بعض صور دايم اللوت يا عيال تعالوا تعالوا خلني نلعب تعالوا خلني نلعب تعالوا خلني نلعب اتركوا اللوت اتركوا اللوت نلعب بسرعة بسرعة دايم شباب ايوه سيدة الله الله يا الحريف والله كل التعب نستاهل اللعب والله نستاهل ما لعبنا شيء اصلا خلونا نلعب بس قعدنا نشمع ونصور ونرقص بس ما صورنا شيء لا تقول اصلا ما صورت انا صورت انا صورت لا تقول اصلا ما صورت طب شوفوا انا حين وقفت ما ادري كيف صورت خايف علي اسمع علي اسمع بالله اسمع هلا المقطع اللي حتنزله عن هذا كم بيكون دقيقة؟ 60 دقيقة بس كان هذا المقطع لا تنسوا لايك واشتراك اتمنى تقدرون اللي سويناه بلايك او اشتراك فسلام